طالبت وزارة الزراعة المزارعين تحري الدقة والتواصل مع مديرية الزراعة وغرف العمليات الفرعية في المحافظات أو في وزارة الزراعة بشأن حشرة الجراد. وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي للمملكة إن الوزارة والجهات المعنية بالمكافحة تتحمل كلفا وجهدا كبيرين في حال وجود معلومات خاطئة عن وجود الحشرة في المملكة. ونوه المجالي إلى أنه بإمكان أي مزارع أو مواطن إرسال صورة للحشرة على صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع الزراعة. هذا وشكلت مديرية الزراعة في مأدبة فريقا لمسح مناطق المحافظة جميعها واكتشاف الجراد حال وجوده. وبيّن مدير زراعة مأدبة عبد الحافظ أبو عرابي أن المديرية جهزت 6 آليات لعملية الكشف، بالإضافة إلى تشكيل 3 فرق متخصصة ومزودة بالمبيدات الحشرية اللازمة لعمليات المسح. للحديث أكثر ينضم إلينا الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي. سيد المجالي، حياك الله في قناة المملكة. خطة استباقية و120 مهندسا مختصا، هل تبين معكم سيد المجالي وجود جراد في محافظة مأدبة وفقا للمسح الذي أجريتموه؟ نعم، إجراءات المسح مستمرة من أكثر من 14 يوم. الإجراءات تمت في كافة المحافظات التي من الممكن أو الاحتمالية أن تكون هناك مرور لأسراب أو لمجموعات الجراد، من ضمنها محافظة مأدبة، وقد شكل فيها مجموعة من الفرق إضافة إلى الطفيلة ومعان والعاصمة عمان في منطقة الجيزي، وأيضا إضافة لذلك في منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. وهي احترازيا الإجراء الاحترازي جرى من أكثر من 14 يوم، إضافة إلى متابعة للإجراء للمرور التام والمرور العشوائي إذا جرى هناك مرور داخل الأراضي الأردنية. وما الذي تبين سيد المجالي؟ يعني وصلت المملكة معلومات من مزارعين في مأدبة بالتحديد بأنهم شاهدوا مجموعة من الجراد، كيف تعلق على ذلك؟ عموما لم تردنا أي معلومة حقيقية حتى الآن. هناك متابعة حثيثة من أكثر 120 مهندس مدرب ومؤهل مع مجموعة وشراكة مع مجموعة من المؤسسات تجري المسح الدائم. كل ما يعني نوهنا سابقا، كل ما يرد الآن هي مجرد اشتباه على أخواننا المزارعين والمواطنين. هناك حشرة اليعسوب التي تشبه قريبة من حشرة الجراد، وقد نشرنا نشرة خاصة إرشادية وتوعوية لإخواننا. نعيد ونؤكد أنه ما يتداول على السوشيال ميديا بعيد كل البعد. نتمنى أن تكون هناك الرسائل مباشرة خلال صفحة الوزارة أو من خلال البيانات الرسمية الصادرة عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة. نعم. سيد المجالي، من طبيعة تكاثر حشرة الجراد، هناك جراد انتقالي متجه للانفراد، وهناك المشتت، وهناك من هو متجه للتجمع. ما يمر بالمملكة واليمن والمملكة العربية السعودية هو نوع المشتت والذي وصفته بحريات الجراد، لو توضح لنا أكثر. نعم، حقيقة الجراد ليس موطنه أو موطن توالده السعودي، هو من أريتريا ومن السودان. منطقة المرور في تغير حالة الطقس أثرت بحالة المرور حتى وصوله إلى المملكة العربية السعودية. ما زالت القراءات، وإحنا بنأكد ونطمئن من خلال شاشة المملكة، ما زالت القراءات بعيدة عن الحدود الأردنية، ما زالت حالة الطقس تساعد بعدم مرورها، لكن احترازيا في حال تغير حالة الطقس ووجود رياح جنوبية قد يكون هناك دخولات لمجموعات من الحريات كما تحدثتي. الحريات يعني لا تسير لمسافات طويلة. الجراد من خلال دراسته هو يسير 150 كيلو خلال اليوم، فترة يدخل في فترة سبات ليلي، لكن الحريات لا تستطيع العبور بهذه المسافة وبنفس هذا التوقيت. وأيضا أخذ بعين الاعتبار مسألة المكافحة لهذه المجموعات، وأنا أؤكد مرة أخرى أنها مجموعات وليست أسراب.
مجموعات عشوائية لن تكون بمستوى أسراب. نسأل الله أن يبقى هذا الوضع كما هو. هذه الرسائل، وأعيد وأكرر الرسائل التي تدور في عبر التواصل الاجتماعي، تؤثر سلبا، لأن هناك كلف ومجهود على فرقنا التي تشكلت في مديريات المحافظات. أريد نعم أن أؤكد نعم أيضا نعم قبل أن تؤكد سيد المجال، يعني أنا أشرت لهذا الموضوع واعذرني، يعني تحدثت بأن هناك من هو متجه للانفراد وهناك ما هو مشتت وهناك متجه للتجمع. ما هو مشتت هو عبارة عن حريات وأسراب. كيف حكمتم بأنها ستكون حريات هي من تتجه إلى هذه المملكة؟ والسؤال الآخر سيد المجالي، أحوال الطقس هي بيد الله، ولنتذكر ب 2010 الثلوج حالت بدخول الجراد إلى المملكة. الطقس بيد الله. الآن الإجراءات من قبلكم في حال دخول الحريات، وكيف حكمتم أنها حريات أصلا؟ نعم، أولا احنا في أولا الأردن يرأس الهيئة الدولية لمكافحة الجراد، يعني تصنف الكوادر الأردنية بأنها الأفضل في المنطقة في التعامل مع الجراد. نحن لدينا تواصل وتشاركية مع الأخوة السعوديين وقراءة واستباقية بناء على ماهية القريب من الحدود الأردنية. لذلك حكمنا بناء على مخرجات أخواننا في السعودية وتواصلنا الدائم على ذلك، ومن خلال قراءة ودراسة استباقية وخبراء معنيين بشأن الجراد. هذا ما يخص نوعية القريب من الحدود الأردنية. الإجراءات الاحترازية اللي أخذناها بهذا الشأن، حقيقة نحن أعتقد كانت قناة المملكة سباقة بنشر الخبر ما يخص الشراكة مع القوات المسلحة ومع الجمارك ومع الأمن العام ومع كثير من المؤسسات مثل سلطة العقبة الإقليم العقبة. لدينا كافة المبيدات جاهزة، الطيارة الخاصة بالمكافحة، لدينا الأجهزة التي تساعد في المرور الصحراوي، لأنه هذه المناطق تصنف مناطق حصار تحتاج إلى آليات معينة، آليات لديها القدرة في المرور. أيضا لدينا تم توزيع كوادر وزارة الزراعة بناء على المؤهل منها بذوي الاختصاص في شأن الجراد إلى المناطق التي من الممكن أن تكون مناطق تماس ودخول للجراد. لدينا الخطة بين ثلاث مراحل، هي خط دفاع أول وثاني وثالث. الخط الأول اللي هو يمنع مرور أي مجموعات إلى خارج النطاق الذي تم رسمه في حال دخول هذه المجموعات. نعم. الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، شكرا جزيلا لك.